أكملت وحدة الجيش العربي السوري انتشارها في مدينة منبج ومحيطها بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب، وسط ترحيب الأهالي الذين عبروا عن ثقتهم بقدرة الجيش على ردع العدوان التركي وحماية المدينة وأهلها من اعتداءات أردوغان الإجرامية. نحن فرحين جدا بقدوم الجيش العربي السوري، ونحن بانتظاره من زمن بعيد. شعب منبج شبابا واطفالا ونساء يرحبون بالجيش العربي السوري. نحن نرحب بدخول الجيش العربي السوري منطقه منبج بصد العدوان التركي على المدينه، لتظل المدينه اهله بسكانها واهلها. ونحن بعد الانسحاب الامريكي وتوغل التركي على الجبهات الشماليه وتهديد اردوغان باحتلال المنطقه، نشكر الجيش السوري لتلبيه طلب اهالي منبج ودخوله على الجبهات. سعاده بحياتنا، صار لنا 9 سنوات، افضل دقيقه عندنا الدقيقه اللي واقفين اللي شايلين العلم الوطن، هذا هو افضل ساعه، افضل دقيقه. الفرحه لا تسعنا بدخول الجيش العربي السوري قواد ورفع العلم الجمهورية العربية السورية في مدينة منبج. مبسوطين بدخول الجيش العربي السوري ومرتاحين وآخر اطمئنان. والله فرحة كبيرة، الله يديم الجيش ويخلينا الرئيس بشار فوق روسنا وتعاد الفرحة والأمان لبلدنا. لابد ما يرحل الاستعمار، سيرحل إجباري غصب عنه. نحن شعب سوريا الكل متحدين ضد المستعمر. نحن نرحب بقدوم الجيش العربي السوري، وهذا العلم هو الضمان لنا.